سلحية وردة. لك مين هاد كمان؟ كله صار بده يجي يتدين. هلا كل اللي بيسحبوا يا نصيبه بيربحوا، هيك بيصير فيهم. مالي فاتحة، مالي فاتحة، دقوا انفلقوا، مالي فاتحة. خليني مرتاحة ونايمة على مصرياتي. نجحس هلا. مرحبا مرت عمي، كيفك؟ منيحة. كيف بنتك؟ منيحة. شو بدك؟ رحت على المستشفى اسأل عن مات مزير محمود، قالوا لي طلعت وين عند بنتها ولا عند اختها؟ لا هون جوا. انت متأكدة؟ صار لي 5 دقايق بدون ما حدا فتح. بجوز تكون نايمة دق كمان. انت متأكدة انها جوا؟ طبعا هلا بنتي كانت عندها. بنتك كيفها؟ منيحة. شو بدك في بنتي؟ شو بدك؟ بدي حلواني. حلوانة؟ ايه. لك روح دق عليها منيح الباب ولا تحل عنها لتعطيك الحلوان، ما خلت حدا من الجيران الا وعطته. ماما جود. عن جد؟ يلا. مدموزيل ام محمود. مدموزيل ام محمود. مدموزيل. يلا اجيت اجيت، جاية انا. يلا ام محمود. الصوت سمعان انتم. منو هادي يا ترى؟ مدموزيل. ما في بدك تقبضني 30,000 شي تجاوزت الطردية اللي روحت علي. طولي بالك للتفاهم. ما في تفاهم قبل ما اقبض. يا ام محمود روقي، كل شي بالرواق بيصير. ما في رواق بيني وبينك لتقبضني. يا ام محمود انت ما قلتيلي راح تسامحيني بنصهم، حلوان 3 ملايين اللي اخذتيهم. ماشي انا مزبوط قلت هيك، هات 15,000. على عيني، بس هدي بعد العكازة حتى نتفاهم بس بعديها. ماشي تفضل. ادخل. يلا دخلت. دخلت. ام محمود يا مدموزيل هاي 15,000 معي. ها؟ بس انا جايب لك يلي بخليكي تقبضي اكثر من هيك بكثير. شو جايب لي؟ نمرة اليانصيب يلي بدها تربح الجائزة الكبرى بالسحب الجاي. وجايب معك ترضيتها؟ طبعا. معقول روى عليك 30,000 ثانيين؟ برافو عليك. إذا قلنا 70 و70 شو بس؟ لا يا ربي لا، إذا قلنا 65 و65 شو بيطلعوا؟ قديش بيصيروا يعني؟ شو هن؟ 65 و65. 130 ليش؟ خصوم 130 حق النمرتين وعطيني بقية 30,000، قصدي 15,000. ليش 130؟ حق النمرة العادية اللي بتخسر 70. ليه؟ لا زود علي. هذيك المرة بعتني نمرة ليا نصيب 65 ليرة والربحاني كمان مو الخسرانة. معناتها مالك نصيب، تفضل هاي مصرياتي. يعني ما بدك تخصم ال 130 حق النمرتين، بدك تعطيني اياهم بلا؟ لا وانت الصادقة، بدي اعطيهم لجارتك مرت عمي ام تحسين. حاكم ترجتني دبر لها النمرة بدها تربح الجائزة الكبرى، ووعدتني تعطيني حقها 50,000 وتجوزني بنتها. بدها تجوزك السرنوي؟ ام تحسين هيك قالت؟ ايه ايه، ام تحسين غيوره وحسوده وعينها ضيقه وغارت منك وبدها تصير غنيه كمان. طول عمرها حسوده وبتغار، بس ما فشريت، ما رح تشوف النمره بحياتها، انا رح ادفع لك فيها 1,000 ليره. يا ام محمود يا ام محمود، عمل لك مرت عمي ام تحسين بدها تدفع لي 50,000، انت بتدفعي لي 1,000 بتريديني اخسر. بس انا وياك صحبه وقلنا تعاملات سابقه والصحبه لها حق. يا مدموزيل ام محمود كلامك مزبوط، بس انا رجال بياع شراي اللي بدفع اكثر ببيعه. انت متاكد انه النمره اللي معك بدها تربح الجائزه الكبرى؟ مثل ما انا متاكد لما بعتك النمره الاولى. معناتها انت حمار. هي جديده، الناس بتقول عني اجدب. و60 حمار، لو كنت محلك ما بعطي النمره الرابحه لحدا حتى لو دفعوا لي فيها 1,000,000 ليره. صحيح، بس يا ام محمود ما بيكفي انه الواحد يسحب النمره الرابحه حتى يربح، لازم يكون عنده حظ، وانا حظي زفت. اما انت حظك يا ما شاء الله، مو كل واحد اسمه سعدية بنت مسعود. معه حق، لولا حظي والسحر اللي عملت لي اياه انا ما كنت ربحت. طيب بعطيك حق النمره 2,000 ليره.
ما بيمشي الحال. 10,000. بعطيك ال 15 اللي إلي عندك. ما بيمشي الحال كمان. لك مقواص بحط 5 فوقهم بيصيروا 20. يا أم محمود عم بقول لك أم تحسين دفعت لي 50 هاي غير الجوازة. يعني ما رح ترضى بال 40؟ ولا ب 50. إلك أن يا منيشان قديش بدك؟ بدي 60. كثير 60 على إيش 60؟ طولي بالك، حتى سألتني مرت عمي أم تحسين بقول لها أنه أم محمود دفعت أكثر وأخذتهم. إذا هيك بسيطة، رح أدفع لك 50.